الدفعة المحظوظة، طبعا ده اللقب اللي الناس كانت بتطلق عليكم بسبب المحذوف من المناهج، لكن للأمانة أنا شايف إن أنتوا دفعة ظلمتوا كتير بسبب تأخر الامتحانات وسبب صعوبة مواد كتيرة في الامتحانات، ده اللي أنا شايفه، خاصة بعد الشكاوى كمان النهاردة من امتحان الفيزياء والتاريخ. طبعا جت شكاوى كتير ووزارة التعليم ردت بالنص الآتي، قالت إن اللجنة الفنية قالت إن الامتحان الفيزياء والتاريخ مطابق للمواصفات الفنية من سلامة اللغة والصياغة والدقة، وقالت كمان الامتحانات مفيش أخطاء لغوية أو إملائية، وإن الأسئلة اشتملت على جميع الأجزاء المقررة على الطلاب حتى 15 مارس 2020، يعني ما عندناش أي مشاكل لغاية دلوقتي في الامتحان. كمان قالت إن إعداد الامتحان بناء على مواصفات ورقة الامتحانات المعدة من قبل المركز القومي للامتحان والتقويم التربوي، وقالت الامتحان كمان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والامتحان الأسئلة جاءت واضحة وسهلة في الصياغة. طبعا ده يا شباب وبنات ده اللي بيتم بعد كل امتحان، أنا عايزكم تفكروا في اللي جاي برضو وما تفكروش في اللي فات، وإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن. إحنا ما نعرفش التنسيق هيبقى إزاي، إحنا يهمنا التنسيق وما نعرفش التنسيق هيبقى إزاي، وانتوا اجتهدوا وصبروا للنهاية وإن شاء الله الأمور هتبقى أفضل في النهاية. وأنا هنا بتابع الأخبار كلها وبنزل المراجعات، تابعوا معايا واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. ربنا معاكم.